يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية كبيرة منذ سنوات، فاقمتها تبعات انفجار مرفأ بيروت الهائل وتداعيات جائحة كورونا التي ساهمت في زيادة خنق اقتصاد البلاد الذي بات مهدداً بانهيار كلي. هذه الأزمات التي انعكست نتائجها في الكثير من الأحداث مؤخراً، وكان آخرها ما شهدته مدينة طرابلس من مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لتمديد حالة الإغلاق التام، حذر خبراء في الاقتصاد من تفاقمها في حال عدم إجراء إصلاحات جذرية سريعة باتت حتمية لإنقاذ البلد الممزق سياسيا واقتصاديا. واقع الحال المتردي هذا الذي جاء نتيجة سرقة مليارات الدولارات من أصول لبنان من قبل سياسيين فاسدين ونخبة من رجال الأعمال لم يحاسبوا على ما فعلوه وأوصلوا البلاد إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه، ولا يزالون يحتجزون البلاد ومصالحها كرهينة حتى اليوم. وصفه وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق ناصر السعيدي، الذي أكد أن لبنان لديه ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وأنه يحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق. الوزير السعيدي ذهب أبعد في وصف واقع الاقتصاد اللبناني الذي يعيش حالة كساد هائلة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنحو 20% بعد انخفاضه عام 2019 بواقع 7%. من جانب آخر، أكد تقرير صادر من كلية باريس للاقتصاد أن النخب السياسية والتجارية قسمت القطاعين العام والخاص في لبنان فيما بينهما، ما أوجد نظاماً يمكنها من خلاله جني الريع على أي نشاط اقتصادي. ويرى التقرير أن أغنى 1% من اللبنانيين يحصلون على ربع إجمالي الدخل القومي، بينما يحصل النصف الأفقر على أقل من 10%. كذلك حذر التقرير من تفاقم أوضاع البلاد سوءا في حال عدم إجراء إصلاحات جذرية وفورية، ما سيدخلها في حالة فشل كامل في جميع القطاعات، فشل دفع المواطن الذي بات يشكو الفقر لوحده ضريبته، وضريبة الصراع السياسي الطائفي في توزيع المناصب والخيرات وتقاسمها على مدى سنين طويلة.